يأتي تنظيم المنتدى الوطني الثالث للجمعيات تنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان المنتدى الوطني الثالث طبعا بشراكة مع جملة من الشركاء. الموضوع هو العلاقة ما بين المجتمع المدني والبحث العلمي. طبعا بعد جوج ديال المنتديات، الأول اللي كان في الدار البيضاء حول موضوع التشغيل الجمعوي، والثاني اللي كان في طنجة حول موضوع الرقمنة والانتقال الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، اليوم يلتئم حول طاولة النقاش وعلى مدى يومين باحثون أساتذة وأيضا ممثلي جمعيات المجتمع المدني من مختلف مناطق المغرب. الهدف هو أنه تمتين الجسور ما بين هاتين الضفتين، ما بين هذين الفضائين، الفضاء ديال الجمعيات وأيضا الفضاء ديال البحث العلمي. فأكيد غتكون توصيات، وعلى جانب هذا المنتدى كاين أيضا معرض ورواق اللي من خلاله سوف يتم التعرف على جملة من التجارب الناجحة في هذا المجال في علاقته ديال المجتمع المدني في علاقته طبعا بالبحث العلمي. فخور بالتواجد ديالي اليوم اللي كنمثل فيه بالوزارة في هذا المنتدى الوطني الثالث للجمعيات اللي اختار واحد الموضوع مهم وعنده علاقة بالوزارة ديالنا اللي هو البحث العلمي والمجال الجمعوي نحو آفاق جديدة للتميز والابتكار. وهي فرصة كذلك باش نتكلموا على المجهودات اللي كتقوم بها الوزارة في هذا المجال، وفرصة كذلك باش نعود نأكدوا بأن الجامعات المغربية بأكملها مفتوحة أمام المجتمع المدني، وأن أساتذتها وموظفيها وطلبتها سيكونون فخورين باستقبال مختلف جمعيات المجتمع المدني والعمل معهم للنهوض أولا بالبحث العلمي المنتج، لأن اليوم إلا بغينا بحث علمي منتج خصنا نعرفوا الحاجيات ديال المجتمع المدني، وكذلك بغينا كذلك نوجهوا البحث العلمي للأولويات الوطنية لبلادنا اللي المجتمع المدني يشكل واحد العنصر أساسي في هذا الاتجاه. الغاية الكبرى من تنظيم هذا المنتدى في رحاب الجامعة هو خلق شراكة قوية ما بين الجامعة والمجال الجمعوي من خلال تقوية التعاون ما بين الجانبين ومساهمة الجامعة إلى جانب مجهودات الوزارة في تعزيز الدينامية الجمعوية من خلال استثمار الإمكانيات والمؤهلات التي يوفرها البحث العلمي داخل الجامعة واستثماره في مجال الحياة الجمعوية لإنتاج إصدارات وتقارير وأبحاث موضوعية عميقة حول المجال الجمعوي، بما من شأنه تعزيز المعرفة بالمجال الجمعوي. أيضا من أهداف والغايات الكبرى لهذا المنتدى هو تجسير العلاقة بين الجامعة وجمعيات المجتمع المدني من خلال شراكة واعدة ما بين الجانبين تساهم في إحداث مسالك عليا للتكوين على مستوى الجامعة متخصصة في المجال الجمعوي، بما من شأنه رفع كفاءات الفاعلين الجمعويين ورفع قدراتهم وتمكينهم من أداء أدوارهم على الوجه الأمثل. احنا اليوم في المنتدى الثالث في الدينامية اللي تلقات وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني للتشاور مع فعاليات المجتمع المدني في تقديري أنا حول ما هي البيئة الممكنة لحريات وأدوار وحكامة المجتمع المدني في المغرب وأساسا الجمعيات المجتمع المدني. الموضوع ديال هذا المنتدى الثالث هو الجامعة والمجتمع المدني أو جمعيات المجتمع المدني. بالنسبة لي هذه المسألة من المرتكزات الأساسية ديال تمكين المجتمع المدني بعد الحرية ديالو والتمكين القانوني هو التمكين المعرفي. اولا الفاعلين الجمعويين محتاجين دائما للتعطير المعرفي والمواكبه ديال البحث العلمي وديال المعرفه وديال الجامعه المهام والادوار ديالهم والقضايا ديالهم والاجندات ديالهم، محتاجين بشكل كبير الجانب المعرفي اساسي. والمساله الثانيه عود ان الفعاليات الجمعويه جزء كبير من العمل ديالهم خصو يتبنى على المعرفه وعلى نتائج العمل الجامعي، لانهم هما ماشي مختصين ماشي مهنيين، هما متطوعين بالاساس، ما يمكنش تكون عندهم اختصاصات كاع القضايا اللي كيدخلوا فيها وكيديروا فيها الترافع او كيديروا فيها شراكات او كيساهموا فيها او كيديروا فيها مشاريع. لهذا دائما حنا كفعاليات جمعويه محتاجين يوميا محتاجين المعرفه. هو هذا المنتدى يعني وقفه في وقتها، لان الجامعه مع المجتمع المدني
كيخص فيهم تلاحم ديال الجهود باش الجامعه تكون على يعني الطلبه في الجامعه يكونوا على علم بالعمل اللي كيقوم به المجتمع المدني ونهيئوا الخلف. وهذا شيء جميل اننا يكون تواصل ما بين الجامعه والمجتمع المدني باش هذا يعني الجيل الصاعد يكون هو اللي واخد المشعل ديال العمل الجمعوي اللي هو تيتكامل مع العمل السياسي ومع العمل الاقتصادي، لان كاين عمل متكامل ما بين القطاعات وما بين العمل الجمعوي. المجتمع المدني كيخدم بحال حنا في التضامن النسوي، رحنا من 85 وحنا كنعملوا على تكوين الامهات العازبات، على التأطير ديالهم، على التحسيس ديالهم، على يعني محو الاميه لديهم. وكنعملوا باش الاطفال ديالهم يكونوا في المدارس. هذا عمل يعني عمل مواطنات ومواطنين اللي باغين الرفع من المستوى ديال المجتمع ديالنا، واللي باغين كذلك الرفع من المستوى ديال حقوق الإنسان.